حياكم الله من جديد. يعرف كثير من الأطباء والمختصين العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الطبي على أنه تخصص ومهنة علاجية تتعلق بأداء الإنسان الوظيفي والحركة وزيادة القدرة الحركية إلى أقصى حد ممكن، ودائما ما ينصح الأطباء مرضاهم الخضوع للعلاج الطبيعي في الكثير من الحالات المرضية. فما هو العلاج الطبيعي وما هي فوائده وما هي أنواعه وما هي الحالات المرضية التي تحتاج بالعادة إلى العلاج الطبيعي؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في هذه الفقرة من برنامج جيا هلا. دعوني أرحب بضيف الدكتور فيصل المبارك، استشاري العلاج الطبيعي والمتخصص في تأهيل الدوخة والدوار الناتجة عن اضطرابات الأذن الداخلية. حياك الله معنا دكتور فيصل، سعيدين بحضورك واستجابتك للدعوة. الله يسلمك، الله يحييك. أنا اللي متشرف والله بوجودي هنا دائما وأبدا، والله يحييكم يعطيكم العافية والقوة إن شاء الله، وإن شاء الله نثري المشاهدين بإذن الله. الله يحييك. فيما يفيد دكتور، خلينا نبدأ من السؤال العام، لأنه في مفاهيم كثيرة حقيقة عن العلاج الطبيعي. ما هو العلاج الطبيعي، وهل هناك فرق بين العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل؟ اولا اشكرك بصراحه على هذا السؤال، وانا مره انبسطت لما بدات فيه، لانه بالفعل هذا يمكن اهم سؤال ممكن نحن نتناقش فيه او نتكلم فيه. التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي هذه دائما الناس تخلط بينها. لذلك انا ودي اوضح نقطه مهمه جدا هنا، اللي هو العلاج الطبيعي هو جزء من التاهيل الطبي وليس التاهيل الطبي. التاهيل الطبي كلمه كبيره تحتوي على العلاج الطبيعي، الطب الطبيعي والتاهيل، العلاج الوظيفي، علل امراض النطق والتخاطب، الاطراف الصناعيه، تاخذ برضو الجانب السلوكي والاجتماعي والنفسي والغذائي. فهي مرحله كامله وعلاج او طريقه علاجيه متكامله لشخص معين نقوده باذن الله تعالى الى اقصى استقلاليه ممكنه يحصل عليها اذا تعرض لاي مشكله. فيه انواع للعلاج الطبيعي. صحيح، اذا تكلمنا عن العلاج الطبيعي بشكل خاص فهنالك انواع للعلاج الطبيعي. طبعا احنا الان نتكلم عن تخصصات العلاج الطبيعي وأنواع وسائل العلاجية المختلفة للعلاج الطبيعي، لكن كأنواع فالعلاج الطبيعي يعالج الفئات العمرية من الولادة إلى كبار السن أو الشيخوخة، وكل حالة لها طرق علاجية مختلفة. فالعلاج الطبيعي يتدخل في كل شيء، مشاكل عظام العضلات، مشاكل الأعصاب، مشاكل القلب، الإصابات الرياضية وغيرها كثير. يعني كانوا في ناس، يمكن لما ذكرت تخصصي كانوا في ناس يقولوا لي إيش دخل العلاج الطبيعي في الأذن، بالدوار والدوخة إيش بتسوي في الأذن الداخلية. فبالفعل هنالك ممارسات كثيرة للعلاج الطبيعي في تخصصات مختلفة على حسب الحالة أو على حسب الاحتياج. أنا فاجأتني صراحة أنك قلت لي أنه بيدخل في علاج الأعصاب. صحيح. والقلب. صحيح. وش بعد؟ الأعصاب والقلب، العظام والعضلات، الإصابات الرياضية. نفكر كنا العضلات بس. صحيح. صحيح. وهذا مفهوم يعني. صحيح. يمكن مترسخ عند كثير بالضبط. من الناس. لذلك مفهوم العلاج الطبيعي مفهوم كبير جدا وبحر العلاج الطبيعي، وما بالك إذا إحنا تكلمنا برضو عن التأهيل الطبي اللي العلاج الطبيعي جزء منه. خلينا نأخذ مثال. مثلا عندنا مريض لا قدر الله أصابه جلطة دماغية، بعد ما يصاب الجلطة الدماغية وتستقر حالته الطبية نكتشف بعض الأوقات أنه بسبب الجلطة الدماغية هذه تأثرت عنده حركات الجزء العلوي من جسمه مثلا، أو الجزء السفلي، أو النطق والتخاطب، ما صار يتكلم كويس، ما صار يبلع كويس، ما صار يمارس حياته بشكل كويس أو بشكل مستقل، يمكن خلينا نقولها بالطريقة هذه. لذلك يتدخل فريق التأهيل الطبي. مثلا يجي العلاج الطبيعي يعمل على إعادة العضلات والمفاصل والتناسق مع الدماغ لأداء بعض الحركات اللي كان يسويها المريض من قبل، بالتعاون برضو مع الفريق كامل. يعني العلاج الوظيفي له دور كبير في مثل هذه الحالات، التناغم بين العضلات، الحركات العضلية بالأعصاب، ومعرفة أداء الحركة، كيف أقدر أمسك كوب المياه من جديد، كيف أقدر أمشط من جديد، كيف أقدر أركب سيارتي من جديد، كيف أقدر أتجول في منزلي، أشياء كثيرة، النطق والتخاطب، كيف أقدر أبلع، كيف أستعيد قوة البلع والعضلات. يعني شيء كبير، الأطراف الصناعية، الطرف الصناعي، مو شرط الطرف الصناعي إنه أنا
انا عندي جزء مبتور واعوضه بطرف صناعي، لا، ممكن الجبائر اللي تساعدني في مرحله علاجي واللي احتاجها ممكن بعد علاجي. فهو عالم كبير يعني، يختلف على حسب الاختصاص. يعني مثلا ممكن الشائع مشاكل الركب وتقوية العضلات، يمكن هذا الشائع، ولا مشاكل أصفر الظهر لا، وأنا أقول لك شو شائع أكثر، أنه المساج علاج طبيعي. هذه بالفعل. بالفعل. هل بالفعل المساج هو جزء من أدوات العلاج الطبيعي؟ نعم. هو نعم. جزء جزء. هو جزء. يعني إحنا الآن العضلة هي من أهم الأشياء في 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 الجسم، جسم الإنسان. لذلك أنا يهمني التعامل مع العضلة، يهمني التعامل وأن تكون العضلة مرتخية، العضلة نسميها المسل فايبرز، يعني تكون أنها متناغمة ومرتاحة وأنها تكون مرنة وأنها تكون قوية. لذلك في جزء من تجهيزات العضلة لازم أنها تكون أو استخدم نوع من أنواع الطرق العلاجية مثل المساج، أني أنا أبدأ فيها بعدين أنتقل إلى المرحلة الثانية، تقوية العضلة، تقوية المدى الحركي للمفصل، اللياقة العضلة نفسها. بس ببقى بهالنقطة، لأنه كثير يمكن من أطباء العلاج الطبيعي لما تجي عنده ممكن تخضع لخطة علاجية معينة، أول ما يحذرك منه اسمع التزم ولا عاد تروح لحقين مساج لو سمحت. بتقول له ليه؟ يقول لك لا تروح، خليك معاي وامشي. طيب المساج جزء من العلاج الطبيعي. هو خلينا نقول الحين في عندنا صحيح انه جزء ولكن ليس العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي شيء، يعني نتكلم انه جزء بسيط جدا في العلاج الطبيعي من وسائل مختلفه وخطه علاجيه مختلفه. لو اعطي لك مثلا قلنا الشخص عنده مشكله في اسفل الظهر. طيب انا عندي ممكن مشكله تكون عضليه، العضليه هذه ممكن اني انا احتاج اني ارخي بعض العضلات بطرق معينه، اني ارخي العضله هذه، بعدين لازم ابدا في 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 في, في التعامل مع العضلات في تقويتها بأشياء معينة. حتى في بعض العضلات لازم أنك تكون حذر في التعامل معها، متى أبدأ التمرين المعين. في بعض أنت برضو تتعامل مع الجهاز الهيكلي نفسه، في بعض الأوقات أنك تتعامل مع الأعصاب ومع الفقرات. يعني أنا أخذت مثال اللي هو أسفل الظهر. لذلك لما تخضع أو تتعامل مع مثلا شخص غير متخصص في هذا المجال الطبي قد يؤثر على العضلة. يعني احنا في عندنا بعض التمارين حتى في الأوزان نختارها بشكل دقيق جدا، انه انا قد ايش اقدر ابدأ مع المريض الوزن المثالي او الوزن المعين، بعدين اتطور معه اخفف شوي، ابدا اشتغل على العضله هذه، العضله هذه لا ما تشتغل معها الحين لانه الاصابه لسه توها، انتظر اسبوع اسبوعين. ففي تكنيك معين انت تتبعه؟ خلينا نقول انها ما هو تكنيك، هو تكنيك صحيح لكنها كلها مرتبطه بالدراسات والبراهين العالميه. ما بتجربه ابدا، متجر ابدا. استميحك ان انتقل فاصل قصير. تفضل طال الحديث. فاصل. حياكم الله من جديد، حديثنا عن العلاج الطبيعي في هذه الفقره. وضيفي هو الدكتور فيصل المبارك. دكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن العلاج الطبيعي، اعاده التاهيل، الانواع. بسألك يمكن عن الوسائل اللي اليوم تستخدم في العلاج الطبيعي، هل تغيرت؟ هل هي على حالها؟ هل هناك وسائل جديدة دخلت اليوم؟ بالفعل الآن الوسائل وسائل كثيرة جدا. يعني يمكن لو تروح أي قسم علاج طبيعي تجد الوسائل والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، موجات صوتية، أجهزة كهربائية وغيرها. ممكن تلاقي برضو بعض الوسائل اليدوية اللي يستخدمها البعض في 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 العلاج. ممكن بتشوف أكيد الصالات الرياضية بأجهزتها، وممكن برضو حتى ما شاء الله تبارك الله الآن صارت موجودة التقنيات الحديثة، يعني أشياء روبوتك وغير الأجهزة اللي تستخدم للقياس أو التقييم، خلينا نقولها بالطريقة هذه. الوسائل كثيرة تمام، لكن احنا دائما نهتم في الهدف اللي احنا بنوصل له.
لذلك لا ترتبط يعني التغيرات ما شاء الله تبارك الله متطورة، الدراسات والأبحاث دائما متطورة ودائما تتغير. لذلك أنا من هذا المنبر أطالب الزملاء والزميلات كلهم في هذه الممارسة أنهم يبقون على تجديد لعلمهم وممارستهم بكل جديد. في بعض الأجهزة قد لا تكون مفيدة لبعض أنواع العلاجية، وفي بعض الطرق قد لا تكون مفيدة، قد تكون مضرة في بعض الأوقات لبعض المشاكل اللي ممكن يواجهها الإنسان. فالوسائل موجودة، يهمنا دائما إدخال وإدراج المريض في الخطة العلاجية بحيث أنه يكون هو جزء من العلاج، وليس مثلا أنه بس والله أخليه مثلا يجينا أحد عنده مشكلة في الظهر بس أخليه جالس أحط عليه جهاز بس يهدي الألم فترة معينة وخلاص يمشي. لا، أبغى أعرف ليش الألم هذا جاء، إيش اللي خلى الألم هذا يجي، كيف أني أنا أقدر صحيح أخفف الألم لكن في نفس الوقت كيف أخلي الألم ما عاد يرجع له، كيف أخلي المريض يقدر يرجع يعيش حياته طبيعية، كيف أخليه يقدر يروح ويجي يلعب رياضة، يلعب كورة، يداوم دوامه. فكل شيء له 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 طريقة علاجية معينة وله أهداف. لذلك احنا دائما شوف العلاج الطبيعي يمكن وتخصصات التأهيل الطبي من أكثر التخصصات اللي لها علاقة مرتبطة قوية جدا مع المريض. بعض التخصصات تلاقي تزور الدكتور وتزور الممارس الصحي ترجع له بعد شهرين ثلاث شهور أربع شهور، بينما العلاج الطبيعي لا، تلاقيك اليوم مع الدكتور أسبوع تشوفه ثلاث مرات أربع مرات، تقعد معه شهر شهرين ثلاثة شهور. لذلك علاقتك فيه قوية جدا، ولازم أنك أنت دائما تهتم أنك أنت مع متخصص العلاج الطبيعي تتفقون على الهدف اللي أنت بتوصلوا له، تلتزم في أداء الواجبات اللي يعطيك إياها الممارس الصحي. دكتور، هل هناك أمور يعني قد تمنع الشخص من أنه يخضع للعلاج الطبيعي، أو محاذير لديكم أنتم تمنع الشخص للخضوع للعلاج الطبيعي؟ صحيح، لكل حالة لها أمور تمنع أني أنا أخوض علاج طبيعي. إحنا نسميها مثلا باللغة الإنجليزية red flags، اللي الإشارات الحمراء اللي أنا ما تخليني أتعامل مع الشخص هذا. لو نرجع للوراء، إيش هو العلاج الطبيعي أصلا؟ العلاج الطبيعي هو علاج تحفظي لمشكلة معينة قد تصيب الإنسان، تمام، بدون ما تدخل جراحيا، بدون ما يدخلون بالأدوية وغيرها. لكن في بعض الأوقات نقول لا، أنت الحالة اللي عندك لا تتطلب علاج طبيعي بل تتطلب تدخل جراحي. ممكن احنا لو تأخرنا على المريض هذا ممكن يكون عنده مشكلة. المريض هذا لا قدر الله سواء كان مشاكل في العمود الفقري أو مشاكل في أي جهاز آخر، ما ودي أتطرق لبعض التفاصيل، لكن في أوقات وإحنا دارسينها والممارسين الزملاء والزميلات دارسينها، إنه متى الأوقات اللي أنا أقدر أقول نعم هذا يحتاج علاج طبيعي، ومتى أقدر أقول لا هذا الشخص لا يحتاج علاج طبيعي، إنما يحتاج إني أنا أحول. في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ممارسة العلاج الطبيعي إنه العلاج الطبيعي يدخل عليه المريض مباشرة بدون الذهاب لأي مثلاً طبيب العظام، يجي إصابة مثلاً عنده مشكلة عضلية ومشكلة في الركبة ومشكلة في الظهر، يتوجه للعلاج الطبيعي مباشرة ويكشف في العلاج الطبيعي. لذلك هم مدربين، ونحن كذلك في بعض الجامعات وفي أكثر الممارسين مدربين بشكل كبير جدا وعالي جدا في مسألة إنه والله أنت تحتاجني كعلاج طبيعي أو لا، والله أحتاج إني أحولك على تخصص آخر. أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل مبارك، استشاري العلاج الطبيعي والمتخصص في تأهيل الدوخة والدوار الناتج عن اضطرابات الأذن الداخلية، وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير، شهر رمضان مبارك علينا وعليك إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيكم العافية. شكرا لكم أيضا موصول أنتم أعزائي المشاهدين، كنا معكم على مدار الأشهر الماضية محاولين أن نكون صوتا لكم لنصل إلى تطلعاتكم من خلال هذا البرنامج. أنا أودعكم وألتقيكم بعد شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير واللقاء.